السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم وقناتنا قناة أتات الثقة، قناة كل العائلة. اليوم خياتي حبيت نشارك معكم تحلية خفيفة ظريفة نديروها لسهرة رمضان المبارك، إن شاء الله تعجبكم هذه الوصفة. واش عندي فيها؟ عندي هنايا زوج بايض تاع الياغورت، أي ذوق راكو حابينو. عندي هنايا كاس تاع غبرة الشونتيي، عندي هنايا باطا تاع الكاطو هذايا ماكسون ولا اوريو، المهم الكاطو هذايا اللي جاي باللون الاسود، اي حاجة متوفرة عندكم تحطوها. عندي هنايا باكي تاع 50 غرام تاع فلون شوكو. ودرك نبداو نوجدو في التحلية تاعنا. اول حاجة راني رايحة نحط الكاس تاع غبرة الشونتيي، نحطو له هنايا زوج بايض تاع الياغورت. انا علاش درت هنا الياغورت؟ راهو رايح يكون الذوق تاعها ما شاء الله، خير من نديرو شونتيي بالحليب، راهو رايح يكون الذوق تاعها ناقص وتجينا شويه صامطه. سي بوغ سا فضلت الياغورت هكذا، نخلطهم هكذا شويه باش ما طرش عليا، من بعد نخلطهم بالباتور حتى نتحصلوا على كريمه مخفوقه. انا هنا راني نشوف الكريمه تاعي شويه ناشفه، يا اما تزيدوا لها شويه حليب يا اما تزيدوا باطا واحد اخرى تاع الياغورت هكذا باش ما تجيناش هذاك القوام القاسح هكذا، ونكمل نخلط. انا راني تحصلت هنا على هذه الكريمه بهذا القوام. دوك نحبس الباتور، ناخذ هنا هذا لي فيغيليام عندي هدايا، رانا مازال ما درناهش، نديرو قبل هذه المرحله باش نجوزوا لحاجه واحده اخرى. عندي كما قلت لكم هنايا هذا الكاطو، انا ناخذ هذه الحبيبات، يعني ماشي شرط نرحيهم في روب ولا في مهراز، نفتتهم غير بيدي برك باش يعطوني هذاك هذيك القرمشه، انا مانيش حابه يولي كيما الفرينه، انا هكذا نفتتو غير بيدي، يعني ندير قاعده الجهه التحتانيه تاع بيسكوي هدايا هكذا. هامليك لي فيغين تاعي، في كل فيغين درت حبه، هابليك من التحت. دوكا نجوز ناخذ من هاد الكريمه نعمر لداخل، انا راني حبتها هكذايا الاولانيه تكون لي باللون الابيض باش نجوز ندير هذاك فلون شوكو، راهو رايح يلونها لي. سي بوغ سا درنا هاد المرحله هي الاولانيه هكذا. نكمل نعمر الكؤوس تاعي، تحليه تجي هايله خفيفه ظريفه هكذا. هذه الطبقة الأولانية. دوكا نجوز نزيد نقسم هدايا الكاطو من الفوق، نديروه كطبقة تانية، نوزعوه مليح مليح باش يبان اللون مختلف هكذا. هنا عندي كمية تاع لي فخاز، تقدروا ديروا فخاز تقدروا ديروا بنان، في زوج راهم رايحين يتواتاو مع هاد الكريمه. نعمرو الوجه تاع الكؤوس تاعنا، يعني الفريزه ما فيها حتى اضافات، ما حبيتهاش تطلق لي الماء، ما درت لها ني سكر ني والو، ولا كانت شويه قارصه واش عليه، تقدروا ديروا لها شويه سكر هكذا. في هذا الوقت نجوز الهدايا فلون شوكو، ما نديروش كامل، ندير نص تاع غبرك باسكو ما عنديش كميه كبيره تاع الكريمه، مانيش حابه تنشف لي بزاف بزاف، نخلطو هكذا شويه باش ما طرش عليا، ونكمل نطلعو بالباتور. هاوليك القوام تاع الكريمه تاعي كيفاش ولا، راهو شد روحو. دوكا نجيب هذاك جيب الحلواني، نعمر الكريمه لداخل ونزين الكؤوس هكذا، ندير كميه داخل لابوش. القوام تاعها راهو ناشف هنايا الكريمه، راهو شاد روحو، نقدرو نخرجوها كيما رانا حابين. وهنا كيما قلت لكم نزين الكؤوس تاعي بالكريمه من الفوق هكذا. هاد الكريمه راهي رايحه تصلح نغلفو بها الكيكات، نديرو بها يعني شحال من حاجه هكذا. نزيد نزينها هكذا بحبه تاع لي فخاز اللي راهي رايحه تعطي لها لون ما شاء الله.
شوفوا الفيرين تاعنا شحال يخرج شباب، وفيه هك فيه شغل تجانس تاع الالوان. عندنا هذاك الكاطو من تحت باللون ماغون، وراهم من الفوق ابيض، والاحمر هذا اللي زاد بها حاجه باينه. تحليه خفيفه ظريفه توجد في وقفه كما راكم تشوفوا. التحليه تاعي راهي واجده، هاوليك الشكل تاعها النهائي، تجي من اروع ما يكون، تجي خفيفه، خلوها حاجه باينه تبرد هكذايا شويه بوقت في الفريجيدار، من بعدها نقدموها للعائله تاعنا ولا للضيوف تاعنا. شوفوا هذوك الطبقات كيفاش يجوا، يجوا بزاف بنان وتجي تاني تخفيفه، هذا اهم شيء. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم، قدمت هذه الطاوله اللي اقترحتها عليكم اليوم، ان شاء الله تعجبكم باللون الذهبي. وهادو محبيبات تاع الصنصه مع لاتاي، وعلى بالكم الدراري يحبوا التحليات دائما. هذه هي التحليات تاعنا، كانت خياتي هذه هي الوصفه تاعنا اليوم، كان هذا هو الفيديو المقترح والطاوله اللي اقترحتها عليكم، ان شاء الله تكون عجبتكم. استناوني في فيديو جديد ووصفه جديده بحول الله. انا دوكاتيك نقول لكم صحه فطوركم وصحه سهرتكم، وتبقوا على خير يا وجوه الخير.